نرى كثير الناس يعبرون الرؤى في كل مكان على الانترنت عن طريق الرسائل في المواقع. كيف نحن كناس رأينا رؤية كيف نعرف أن هذا الرجل صادق أو هذا الرجل دجال؟ هل في مقومات معينة؟ هل في علامات معينة نفرق بين معبر وآخر؟ طبعاً هي مسألة حينما يكون هناك رموز في الرؤى أو دلالات في الرؤى أو مؤول يريد أن يؤول الرؤية، فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى قضية الربط، كيف ربط الدلالات والرموز لتأويله، كيف خرجت النتيجة. لأن الرؤية أخوان عبارة عن سلسلة رموز، كل رمز طبعا في الغالب يكون له أكثر من معنى، وهذه الرموز المتصلة مع بعض إذا أولت وفهمت طبعا يفهم الرمز بناء على الرمز الذي قبله والرمز الذي بعده بناء على حال الظاهر. فهذه الدلالات إذا جمعت، وهذا الرموز إذا جمعت أخرجت جملة مفيدة. إذا كان هناك ربط حقيقي واضح ودلالات واضحة واستدلال معقول ومقبول ومنطقي، هنا أيضا إذا جاء أنا من طالب علم أو عالم يعرف هذا الشخص فهنا يسأل المفسر. لكن المشكلة أننا ترينا بكثير من المؤولين الذين لا يعلمون عن التأويل إلا اسم التأويل، لكن الحقيقة أنهم لا يفهمون في أمر التأويل أبدا. طبعا هذا ليس تزكية للنفس لا أبدا، لأن هذا ليس محض ذكاء أو فطنة، أو هو توفيق محض من الله جل وعلا، وهي موهبة يعطيها الله جل وعلا من يشاء. كما أن فلان من الناس جميل الصوت، أو فلان من الناس جميل الشكل، أو فلان من الناس قوي البنية، أو فلان، هذه مواهب يهبها الله جل وعلا من يشاء. فبعض الناس يعني يدخل في هذا الباب من أجل شهرة أو من أجل يعني مال أو شيء من هذا القبيل.